السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ النهاردة هنقف مع حضراتكم في محطة جديدة من رحلة خدمتنا أتحبني للوصول للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف مناطق مصر. محطتنا النهاردة هي إبراشية مغاغة والعدوى في محافظة المنيا. الإبراشية كبيرة مترامية الأطراف، فيها عدد كبير جداً من السكان، وبالتالي فيها عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً. وعشان كده خدمتنا أتحبني قررت إنها تنزل أكتر من مرة في الإبراشية دي. الحقيقة نزلنا 3 مرات لتوزيع كرتونة المواد الغذائية وتوزيع البطاطين على الأسر الأكتر احتياجاً، وهستعرض مع حضراتكم مختلف الخطوات دي في الفترة الجاية. خدمة أحبان النهاردة جات عندنا وكان ليها خدمة واضحة وبصمة كبيرة في إن هي سدت احتياج أكثر من 300 أسرة عن طريق توزيع كرتونة أتحبني، اللي هي تعتبر وصية ربنا له كل المجد لإخوة الرب الأصاغر اللي عايز يحب ربنا يرعى خرافه. ورعاية خرافه ولاد ربنا مش لازم يكون أب كاهن أو خادم أو صاحب رتبة كهنوتية، ولكن كلنا نرعى خراف المسيح، إن كلنا في حظيرة واحدة اللي هي الكنيسة اللي بتجمعنا كلنا كنيسة جامعة. خدمة أتحبني خدمة جميلة وخدمة عظيمة. خدمة أتحبني بتلف كل القطر المصري زي ما حضراتكم بتشوفوا كده في القناة. خدمة أتحبني بتيجي باستمرار في كل مكان. بنشكر محبتهم وبنشكر تعبهم وربنا يعوضهم كل خير وبركة. بنشكر سيدنا قداسة البابا على إتاحة هذه الخدمة العظيمة. بنشكر سيدنا الأنبا أرمية رئيس المركز الثقافي والمشرف على خدمة أتحبني.
احنا بنشكر محبة ربنا الأول، وبنشكر محبة نيافة الأنبا أرمية، وبصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني شريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاصن. بنشكر من كل قلوبنا خدمة أتحباني والقائمين عليها على التعب والمجهود الكبير اللي هم بيبذلوه معانا، وان هم جم هنا كنيستنا المتواضعة كنيسة ماري مرقس في نزلة عصر في مركز مجاجة والعدوى برشية مجاجة والعدوى. بنشكرهم من كل قلوبنا على محبتهم، وبنشكر كل المحبين اللي بيساهموا في هذه الخدمة العظيمة اللي هي بتسد احتياجات كتير من أولاد الكنيسة. بنطلب من ربنا ان هي الخدمة دايما تزيد وتثمر وتكمل كده عملها ان شاء الله الى منتهى الأعوام دايما كده يا رب. هذه الخدمة التي نجدها في كل القرى والنجوع تؤدي خدمة لكل الفقراء والمحتاجين، ويحسون بأن هذا العمل له تقدير في قلوبهم، طالبين لكل القائمين على هذه الخدمة بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا تودروس وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المقرم الأنبا أغاصن وأبينا الأسقف المقرم الأنبا أرمية، طالبين منهم الصلاة من أجلنا لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. خدمة أتحبني دايما يا رب في زيادة وفي ازدهار وفي نمو للخدمة، وكتر ألف خيرك على الحياة الحلوة اللي بتفرح بها أولادك على الأعياد والمناسبات الجميلة اللي بتعدي على كنيستنا. كل سنة وانتوا طيبين. نشكر سيدنا الحبيب الأنبا أرمية على محبته ومساعدته لنا مع إخوة الرب بهذه القرية، لأن عدد القرية من الإخوة المسيحيين كثير جدا وإخوة الرب أكثر، ولذلك أحبائي بيقوم سيدنا الحبر الجليل الأنبا أرمية بمساعدته لنا في الخدمة بالكنيسة. نشكر كل القائمين على هذه الخدمة بصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. نشكر محبة الإخوة المحبين لتعبوا من أجل إخوة الرب في قرية بني خالد مغاغة العدوى، إن هم شاركونا وباركونا وادونا بركة خدمة أتحبني. المسيح قادر يعوض تعبهم في أورشليم السمائية 30 و60 و100 في ملكوت السماوات، وربنا ما يحرمهم ما يحرمناش من وجودهم باستمرار. كل سنة حضراتكم طيبين. بنشكر ربنا على محبته وعلى اهتمامه بأولاده، لأنه هو اللي قال لا تهتموا بالغد، وأن ربنا بيعطي كل واحد احتياجه، وقال كده انظروا إلى طيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد ولكن أبوكم السماوي يعولها. فنشكر أولا ربنا على محبته، ثانيا بنشكر نيافة الأنبا أرمية والعاملين معه على خدمة أتحبني، لأنهم أتاحوا لنا الفرصة أن ناخد بركة الخدمة وبركتهم. كما نشكر أيضا نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أغاصن على أنه فتح لنا هذا الباب لكي ما يتيح أيضا فرصة أكبر لخدمة أولاده. بنشكر محبة ربنا على عنايته بأولاده في الخدمة الجميلة اللي بيقدمها صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية الأسقف المحب والمحبوب من أهالي قرية الكوم الأخضر وبرشية مغاغة والعدوى تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا أغاصن. وبنشكر الناس اللي بتقدم كل الدعم لخدمة أتحبني، الخدمة الجميلة اللي دخلت كل البيوت اللي غزت القلوب. نشكر كل من ساهم، نشكر كل من تعب، نشكر الناس المحبين اللي هيفرحوا الناس الملايين الموجودة.
مزيدا من الخدمة، مزيدا من العطاء، مزيدا من الحب، مزيدا من البركة. بنقدم الشكر على محبتهم ودعمهم، ودايما محبتهم، ودايما تزورونا في المناسبات والأعياد وتفرحوا الناس الموجودين. في الزيارة الأولى سألنا وعرفنا ولقينا إن في لسه عدد كبير من القرى والعزب فيها أسر كتير من الأسر الأكثر احتياجاً ملحقناش نزورهم، وبالتالي قررت الخدمة إنها تنزل لتاني مرة عشان تغطي بقية القرى وتوزع للأسر الأكثر احتياجاً كراتين المواد الغذائية. وبنعمة ربنا قدرنا إن إحنا نغطي أكتر من 20 قرية وعزبة في إبراشيت مغاغة والعدو. النهاردة بنشكر كتير خالص نيافة الأنبا أرمية على محبته لينا وعلى خدمة أتحبني، خدمة رائعة، خدمة منظمة. بنشكر كل القائمين عليها بجد، يعني حاجة تفرح إن هم بيفرحوا أولادنا، فإحنا بنشكرهم كتير خالص إن هم افتكروا الناس الغلابة المساكين، وشكرا على محبتهم بصلوات قداسة البابا توادرس، وشاركوا في الخدمة الرسولية أبينا المكرم الأنبا أغاصم الأنبا أرمية. احنا بنشكر كل القائمين على هذه الخدمة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أبديا أمين. بيشرفنا ويباركنا النهاردة بالحضور خدمة عظيمة جدا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خدمة أتحبني. بكل آيات الشكر والتقدير والعرفان نتقدم لهذه الخدمة المبروكة والقائمين عليها وعلى رأسهم نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أرمياء. كل الشكر والتقدير ليهم وكل العرفان بالجميل لمحبتهم، لأنهم جايين النهاردة عشان يسعدوا عدد كبير جدا من الشعب. نصلي جميعا من أجل أن ينمي الرب هذه الخدمة وأن يبارك في المسؤولين عليها والقائمين بها والمساهمين فيها. ربنا يحفظ الجميع ويبارك الكل بصلوات أبينا صاحب القداسة والغبطة البابا توادروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية، أبينا الأسقف المكرم الأنبا أغاصن وأبينا الأسقف المكرم الأنبا أرمياء. نشكر خدمة أتحبني اللي دايما بتفرح ولادها في كل مناسبة وفي كل المناسبات وفي كل الأفراح وفي كل الكنائس، دايما خدمة مثمرة. ربنا يديم خدمتهم، كل بيت مسيحي بيفرح بهذه الخدمة لأن دايما خدمة مشجعة وخدمة مفرحة. خدمة أتحبني خدمة منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، فبتخدم كل القرى حتى المعدومة والقرى اللي مش موجود فيها حتى الكنائس. احنا المنطقة واسعة والمنطقة محتاجة خدمة كتير، ونشكر كل القائمين على الخدمة. Thank you.
بنقدم جزيل الشكر لسيدنا نيافة الأنبا أرمية وخدمة أتحبني وكل الفريق القائم على العمل الجميل دوت. يعني الكرتونة دي رغم أنها حاجة ممكن تكون عادية عند ناس كتيرة، لكن عند إخوة الرب بتفرق وبتبقى ليها معنى كبير وبتبقى ليها روح جميلة هما بيستلموها ويدخلوها بيوتهم. احنا بنشكر محبة قناة ميسات وصاحب النيافة الأنبا أرمية على محبته وعلى تعبه وعلى ما يبذلونه من أجل الخدمة ومن أجل إخوة الرب، وحاليا الآن بيوزعوا البركة. ربنا يديم محبتهم ويديم عطاياهم ويكسر من أمثالهم. ومحبة نيافة الأنبا أرمية وصلتنا عن طريق كلام نيافة الأنبا غاصن كتير عليه من محبته والخدمة اللي هو بيعملها. احنا موفور الشكر لمحبتكم وتعبكم، وتعيشوا وتخدموا وربنا يسندكم ويقويكم ويثبتكم. احنا كنيسة ماري جرجس بتنبضي بتخدم عزبتين حوالينا، عزبة الوقف وعزبة الشيخ عثمان، ونشكر محبة سيدنا الأنبا أرمية على محبته وعلى تعبه، ونشكر محبتكم ونشكر محبة القناة. إلهنا المجد الدائم الآن وكل أوان ودار دور، أمين. إحنا بنشكر محبة خدمة أتحبني وكل القائمين عليها طبعا برئاسة سيدنا الأنبا أرمية وكل الخدام القائمين معاه على هذه الخدمة وعلى تعبهم وعلى حضورهم هنا حاليا. احنا في الساعة 9 بالليل وهم من اول النهار بيوزعوا في كرة كتيرة لحد ما وصلوا هنا شرق النيل الساعة 9 بالليل. وربنا يعوض محبة تعب محبتكم ويعوضكم كل خير على تعبكم مع الوصل. نشكر بالاخص صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية. بنشجع الناس ان هي دايما يعني تساهم في خدمة القناة علشان هم بيتعبوا معانا وييجوا يزورونا ويقدموا عطايا للناس المحتاجين، وربنا يبارك في خدمتكم. موجة البرد القارس اللي بتمر بيها مصر في الفترة دي وبالذات في منطقة الصعيد كانت السبب الأساسي إن خدمتنا تقرر إنها تلبي احتياج الأسر الأكثر احتياجاً في إبراشية مغاغة والعدوى، وتنزل لثالث مرة بس المرة دي محملة بكم هائل من البطاطين لمساعدة الأسر دي على مواجهة البرد. حقيقة خدمة أتحبني خدمة رائعة منتشرة في أماكن كتيرة تقريبا في كل مكان على مستوى الكرازة في مصر كلها. بنصلي إن ربنا يباركهم يعوض تعب محبتهم. بنشكر نيافة أنبا أرمية على المجهود الرائع اللي بيبذله في الخدمة دي. بنشكر نيافة الأنبا أغاصن اللي سمح لنا إن احنا ناخد بركة الخدمة عندنا في شارونة. بنصلي باستمرار ان ربنا يبارك الخدمة وتنمو اكتر واكتر وتغطي مساحات اكتر وتبارك كل البلاد اللي محتاجة خدمتهم. احيانا بيكون في قرى ما فيهاش كنيسة، وبالتالي سكان القرى دي بيلجأوا انهم يروحوا كنيسة في القرية المجاورة، وبينتج عن ده ان ساعات يكون في كنايس بتخدم
أكتر من 3 لـ4 قرى، وده بيحط عبء كبير على الكنيسة في إنها تلبي احتياجات الأسر الأكتر احتياجاً. مثال على كده كنيسة جزيرة شارونة اللي هنشوفها دلوقتي، اللي بتخدم حوالي 3 قرى فيها 30,000 نسمة، وبالتالي فيها عدد كبير جداً جداً من الأسر الأكتر احتياجاً، وبالتالي أسر محتاجة خدمة، محتاجة إمكانيات، محتاجة إن خدمتنا تكون متواجدة معاهم دايما. بسم الآب والابن والروح القدس، الله واحد، أمين. نحن في رحاب كنيسة ماري جرجس جزيرة شارونة مغاغة، تبع مطرانية مغاغة والعدو. البلد هنا ضخمة وكبيرة وفيها ما يزيد عن 30,000 نسمة، لكن نشكر الله خدمة روحية وخدمة إخوة الرب وكل الخدمات اللي تخطر على بال البشر موجودة هنا، تربية كنسية، خدمات اجتماعية، خدمات روحية، خدمات طقسية، كل الخدمات نشكر الله. ويوم الأحد أما نصلي 4 قداسات عشان يحتوي كل العدد الضخم ده ونشكر الله. لكن قبل ما ننسى نشكر قناة ميساد ونشكر خدمات أنبا أرمية وأتحبني، صراحة يعني خدمات فاعلة جداً، ونشكر الله ان هذه الخدمه وراها متابعه، يعني اما يوصل الدعم الى مستحقيه زي ما قال المثل. نشكر كل الطاقم القائم بالخدمه والعاملين في قناه ميساد والعاملين في خدمه تحبني، وتاني مره برضو نشكر نيافه الانبا أرمية. ونحن نستظل طبعا بظل نيافه الانبا أغاصن اسقفنا الطواوي المبارك اللي مشجع الخدمات وخاصه خدمة إخوة الرب. شكرا ليكم وكل سنة وانتم طيبين. شكرا شكرا شكرا. الخدمة هنا زي ما انتم شايفين بتوصل للناس، لغاية الناس المحتاجين. المكان هنا فعلا محتاج خدمات كثيرة، بس بنشكر ربنا احنا لسه أول مرة نسجل معاكم وبادئين معاهم الخدمة. بنعمة ربنا الخدمة هتوصل كل مكان وهتوصل كل واحد يستحقه. بنشكركم على محبتكم وتعبكم ومجهودكم البذول من أجل الخدمة ومن أجل إخوة الرب. بنشكر ربنا على محبته، وبنشكر قناة ميسات، وبنشكر الأنبا أرمية على مجهوده ومحبته الكبيرة، وبنشكر خدمة أتحبني. الخدمة بتوصل للناس في كل مكان وبتتلامس مع الناس في كل مكان، والكنيسة هنا محتاجة خدمات ومحتاجة حاجات كتيرة، والخدمة بتوصل للناس كلها في كل مكان وفي كل وقت. وربنا يعوض تعب محبتكم ويبارك خدمتكم ويديكم كل فرح وكل سلام. كلنا بنتمنى ان البركه تزيد في حياتنا، في بيوتنا، في اولادنا، في اشغالنا. والكتاب بيقول لنا كده: ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بنتمنى كل البركه للي قدم تقدمات عينيه، للي ساهم بمجهوده، للي ساهم بوقته، إنه يمكن الخدمة ويساعدها إنها توصل لإخوة الرب في كل مكان من أماكن مصر. السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟